واستعدادا لزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، استكملت الحكومة المحلية والدوائر الخدمية بقضاء الدجيل إجراءاتها الأمنية والخدمية الخاصة بالمناسبة. تم نشر العشرات من المواكب على طول الطريق المؤدي إلى قضاء سامراء لتقديم الخدمات للزائرين. التفاصيل مع زميلنا فاضل الأنصاري لنتابع. استعدادا لاستقبال ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، والتي تشهد هذه المناسبة في كل عام توافدا غفيرا من قبل الزائرين القادمين من مختلف أنحاء البلاد إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء هذه الزيارة، حيث استكملت الحكومة المحلية والدوائر المعنية بقضاء الدجيل كافة استعداداتها الأمنية والخدمية والصحية لإنجاح مناسك هذه الشعيرة الدينية. بمناسبة شهادة الإمام الهادي عليه السلام التي تمر يوم 3 رجب الأصب، المواكب الحسينية في محافظة صلاح الدين قضاء الدجيل أكملت استعدادها لاستقبال زائري الإمامين العسكريين عليهم السلام، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع الإدارة المحلية، مع الدوائر الخدمية الساندة، وإن شاء الله تعالى من خلال قناتكم الموقرة ندعو جميع الزوار في محافظات العراق كافة إلى القدوم إلى مدينة سامراء المقدسة لإتمام مراسيم زيارة الإمام الهادي عليه السلام في شهادته. وهذه دعوة على أنه مواكب الحسينية تتشرف بخدمة جميع زوارنا الكرام. مع اقتراب زيارة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، نشر قطاع الرعاية الصحية الأولية في الدجيل عدد من المفارز الطبية على طول الطريق الرابط الذي يسلكه الزائرين المتوجهين إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء الزيارة ورفضها بجميع المستلزمات الطبية والكوادر الطبية والصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين. كذلك تم تشكيل عدة فرق صحية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والصحية لحث الزائرين بالالتزام بالوقاية والتباعد الاجتماعي والحفاظ على سلامتهم من أي وباء خطير. على طول الطريق العام الذي يسلكه الزائرين المتوجهين صوب مدينة سامراء المقدسة لإحياء زيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام، باشر أصحاب المواكب الخدمية بنشر مواكبهم التي تقدم كل ما يحتاجه الزائر من خدمات. أيضا رافقت الزيارة إجراءات أمنية تمثلت بفرض أطواق أمنية لحماية الزائرين وأصحاب المواكب. نحن أبناء الدجيل اليوم قمنا بنصب المواكب على الطريق المؤدي بين بغداد وسامراء، ونستقبل الزائرين الوافدين من المناطق الجنوبية والوسطى إلى سامراء المقدسة. ونحن اليوم بالخصوص أهالي الدجيل نستقبل الزائرين، وموكب أنصار الحج الخدمي نستقبل الزائرين من كل الوافدين من كل داخل العراق وخارج العراق، وأيضا نوفر للزائرين من مأكل ومشرب ومنام ودار استراحة لهم، يعني حتى يباتون يمنا هناك يعني بالبيوت يباتون يمنا، وموفرين الخدمة لكل الزائرين. الدوائر المعنية استكملت كافة استعداداتها الخاصة بزيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام، وخاصة الأمنية والصحية والخدمية. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.